قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إنه ناقش مع وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة متطلبات قطاع الصحة الفلسطيني، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفلسطينية أشار عبد الغفار إلى أهمية تدريب كوادر طبية فلسطينية على بعض التخصصات الدقيقة. تناقشنا مع معالي الوزيرة خلال جلسة حوار مشترك لكل الطلبات القطاع الفلسطيني في قطاع الصحة، من أهمية تدريب الكوادر الفلسطينية على بعض التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات والمراكز والمعاهد الخاصة بوزارة الصحة والسكان. تكلمنا أيضا على توفير بعض الأمصال وبعض الاحتياجات الدوائية من المنتجات المصرية إلى دولة فلسطين. كنا أيضا نتشاور من خلال الفترة الماضية ودعم من صندوق الدعم الخاص بجامعة الدول العربية الذي تشرف مصر برئاسة المكتب التنفيذي، وتنفيذا لتوجيهات وزراء الصحة العرب بدعم السلطات الفلسطينية الخاصة بالصحة بكافة التجهيزات والأدوية التي يحتاجها في المحافل، طبعا تضامن كامل مع ما يعانيه القطاع الصحي الفلسطيني من يعني صعوبات وتحديات كثيرة. نتشاور مع معالي الوزيرة دائما على كافة هذه التحديات، سواء من خلال التحاور المشترك المباشر أو من خلال تواجدنا كأعضاء في مجلس وزراء الصحة العرب.